مشاهدينا مرحبا بكم في هذا البث المباشر من في اطار فعاليات الدوره 24 مهرجان الوطني للفيلم بمدينه طنجه. وبطبيعه الحال كان قبل قليل عرض الفيلم السينمائي الوتره من اخراج المخضرم دريس روخ وبطبيعه الحال بطوله حميد السريني وسحر الصديقي. وكتحضر معنا الان سحر الصديقي باش تكلمينا على الدور وعلى هذا النجاح الجماهيري اللي عرفوا في اول عرض في الشاشه الكبرى. لالا سحر للمره الثانيه مرحبا بك. الله يبارك فيك للمره الثانيه. سعيده انني يلاه تفرجت دابا في الفيلم اللي كنا صورناه شحال هادي، وكنت متشوقه بزاف انني نشوفه بحكم ان في الكواليس كان داز لو تورناج زعما كله ضحك وكله نشاط مع سي سرغيني اللي عنده حس فكاهه عاليه، وكانت القصه ديالو هو اللي جابها وبغى يعاودها، ويعني دخل فيها بيان سور تحسينات من ناحيه السيناريو. واكيد دريس الروح حتى هو الاشتغال معاه حتى هو زوين بزاف، شكلنا واحد الفريق عمل زوين. دونك انا جي غاردي واحد سوفنير زوين بزاف ملي صورت هذا الفيلم هذا، وكنت متشوقه انني نشوفه. انا سعيده انني قدرت نشوفه مهرجان الوطني للسينما ديال طنجه، وسعيده كذلك لانه كان لاحظت بان تفاعلوا معاه الجمهور بواحد الطريقه كبيره. التفاعل هذا ديال الجمهور يعني في القاعه في اول عرض لهذا الفيلم هذا، كيفاش جاك التفاعل هذا وشتي كتوقع يعني؟ بصراحه فاش قلت لك انا كنت متشوقه انني نشوفه، لانني بحال اللي قلت لك جي غاردي واحد لو سوفنير زوين على لو فيلم. دونك انا كان عندي واحد كنت كنقول فيه يعني فيه اشارات ديال انه غادي يحقق واحد نسب مشاهدات زوينه، وغادي يحقق يعني حب الجمهور، غادي يعجب الجمهور اكيد بطبيعه الحال. في الدور ديالك مع حميد السريني اللي مثل الزوج ديالك، وبطبيعه الحال باش ما نحرقوش بزاف القصه ديال هذا الفيلم، كيفاش كان الاشتغال مع حميد السريني، خصوصا على انه حميد معروف عليه روح المراح والضحك؟ ما كنتوش كتصوروا واقيلا بزز؟ كنا كنصوروا بزز بصح، كنا يعني قلت لك فريق عمل تلاقينا غير يعني الحماقة. ولكن داز زوين داز، وهكا ملي كيكون الناس كيشتغلوا مع بعضياتهم بواحد الحس ديال الفكاهة والنية كتكون زوينة، وكيكون كل شيء يعني كيدير مجهود كبير باش أنه ينجح العمل، أكيد في النتيجة كتكون بحال اللي شفنا، الجمهور كيكون يعني سعيد بالمشاهده ديالو هذا الفيلم. وهذا هو المهم بطبيعه الحال. توقعات الفيلم ديالك ان شاء الله سواء في النتائج او لا ملي يخرج القاعات السينمائيه؟ انا كنظن بان غادي يحقق يعني نجاح جماهيري جميل، يعني شفناه دابا من خلال التفاعل الكبير ديال الجمهور. وبالنسبه للجوائز يعني كنخليو اصلا اكيد لجنه التحكيم هي اللي غادي يعني أكيد. تشاهد جميع الافلام المشاركه وتقيم لو فيلم. اكيد بطبيعه الحال. شكرا لك سحر صديقي. شكرا لك. كل التوفيق ان شاء الله. امين. شكرا. فيلم وحده والحب وفيلم الوتره ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق. شكرا لكم مشاهدينا، والى اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله.